لو أردنا التحدث عن خسائر قطاع التمور بسبب جائحة كورونا فلن يقتصر الحديث على دولة منتجة بعينها. 750 طنا من الخسائر في السعودية على ما أوردت صحيفة الوطن. مبيعات التمور خلال شهر رمضان الماضي في الكويت هوت بمعدل 45% لتبلغ 55 مليون دولار، مقارنة بنحو 100 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2019. كذلك في قطاعات بيع وإنتاج التمور بسلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين، لكن ذلك لم يقف حائلا أمام إقامة مهرجانات الرطب والفعاليات السنوية التي تعنى بتحفيز العرض والمبيع في سوق التمور، كما في سوق جبيل التاريخية الإماراتية بالشارقة ومهرجان الرطب السنوي السادس. مهرجان التمور يفتح الآفاق بالنسبة لثقافتك، تعرف تمور جديدة، تعرف مواسم لها، يعطيك تنوع كثير، يعطيك عروض، يعني صراحة مفيدة المهرجانات من جميع النواحي، سواء اقتصادية سواء معرفية سواء، فمفيد جدا. مهرجان الرطب مشجع للمزارعين والمستهلكين، فلذلك لما واحد ياخذ 20 كيلو او 15 كيلو من مكان سكن لما يجي السوق هذه حصل كل شيء متوفر. مهرجان الرطب السنوي له تاثير كبير جدا في قلب الزبائن لينا احنا كمستثمرين وكاصحاب محلات خضروات وفواكه. ف مهرجان الرطب معمول طبعا الزبائن كلها بتيجي بتشتري الرطب الفريش، فليه تاثير علينا ان الزبائن بتيجي لينا. تجار السلع الغذائية بما فيها التمور عانوا الكثير من تأثيرات الإغلاق العالمي التي تسببت بفائض في المنتج وتدني المبيع، ما جعل مثل هذا النوع من الفعاليات التي تروج للسلع الغذائية وسيلة بالغة الأهمية لتحفيز الإقبال من المستهلكين ورفع معدلات البيع. يعني كم الزبائن كان يجي على السوق أكبر ب 50% من الفترة هاي. طبعا بالنسبة للتمور تعرف كل سنة دار سوق الجبال بتعمل مهرجان، والسنة المهرجان السنوي السادس، فبصير في إقبال الزبائن. يعني حتى احنا بالمواد الغذائية في بصير في عندنا زبائن بالنسبة لإقبال التمور. مهرجان كهذا أتاح لأصحاب المزارع بيع منتجاتهم بعد الخسائر الكبيرة التي تسببتها الجائحة الفيروسية، لا سيما في ظل تضرر زراعتهم بفعل جائحة كورونا، إذ زادت كميات إنتاجه مقابل التراجع الكبير في التصدير والمبيعات بسبب الإغلاق المستمر لمكافحة تفشي فيروس كورونا وما رافقه من تأثيرات على الاقتصادات المحلية للدول المصدرة. مهرجان الرطب السنوي السادس متنفس جديد للتجار بعد أن أتت الجائحة على تجارة التمور في المنطقة، وأحياء لأمال عودة سوق بيع التمور بأنواعها شتى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة لتعويض الخسائر والتصرف بالفائض من السلع الغذائية. الشارقة قناة الحرة ربيع حسن.